رسالة الرؤساء الخمسة أشعلت حرب كلامية، هذا عنوان بداية القسم الثاني من الحلقة معك أستاذ عادل مالك. رح أعرض لك سريعا أبرز الردود. الرئيس الحريري قال ردا عليها: هنالك قطار سائر بلبنان إلى الأمام، ومن يريد أن يستقله فليتفضل. الوزير إنه هذا المشنوق وصفها بالرسالة الخطيئة. الوزير فناش قال إنهم سابقون ولدينا رئيس حالي بحسب النهار. أما نبيل هيثم بجريدة الجمهورية فكتب أنه ليس مقنعا التبرير يلي ساقه بعض الموقعين على الرسالة من أنه هدفها هو تدعيم الموقف اللبناني بالقمة، وسأل أي دور وظيفي لهذه الرسالة، أي هدف غير مرئي لها، والأهم أي أنامل صاغتها. أنا بدي جير لك السؤال حول الدور الوظيفي لهذه الرسالة. بدل الأولى علينا أن نكون صريحين ونقول هذه المذكرة عمل غير مسبوق في تاريخ العهود اللبنانية. النقطة الثانية، عمل غير مسبوق تقصد يعني نستنتج وكأنه ليس لدعم الموقف اللبناني؟ لا عفوا، أنه غير مسبوق أنه هنالك رئيس جمهورية، نعم، وهنالك رئيس حكومة موجودان في القمة العربية وسبقتهم الرسالة، نعم، وكأنه هنالك فراغ في رأس الهرم في لبنان، لذلك عمل غير مسبوق أنه أن يرسل، مع الاحترام والتقدير للموقعين، هذا الموضوع يرسل مذكرة إلى القمة العربية فيه تجاوز وتخطي للشرعية اللبنانية. كان يمكن لهذه المذكرة أن تكون أو أن يكون لها موقع لو لم يكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نعم، ولولا وجود رئيس حكومة فعلي. كان يجب أن ترسل لهما، هذا ما أريد قوله، تعبيرا عن حسن النية والإشراك في الورشة الوطنية. كان من أجل إرسال هذه المذكرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وإلى رئيس الحكومة. أما أن يقال أن المذكرة تدعم الموقف اللبناني، لا أعتقد بأن المذكرة ستدعم الموقف اللبناني. وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جنبا إلى جنب، وخطاب رئيس الجمهورية الذي سيأتي بعد قليل، سيوضح الأمر ويعطي انطباعا أنه لم يكن هنالك من مجال لهذه المذكرة لا شكلا ولا مضمونا، وهي أثارت وستثير سجلات عديدة ما بين الأطراف السياسية في الداخل اللبناني. وإن كان يعني بالأمس وضعت على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولفتت الصحف لكيفية تلقف الرئيس عون تحديدا لهذا الموضوع. جريدة الحياة قالت أنه رئيس الجمهورية حسم أمره بعدم الرد على هالمذكرة، لأن مجرد صدور أي رد سيجعلنا نظهر وكأننا ببلد منقسم على نفسه. ونقلوا عنه قوله: أنا ذاهب إلى القمة برسالة عنوانها نريد سلاما مع الجميع. فكيف بالحري بين اللبنانيين؟ هذا ما قلناه، ودعنا نكون صريحين أكثر فأكثر. علمتنا التجارب خلال سنوات الأزمات الطويلة في لبنان أنه الكيدية السياسية لا تجدي نفعا. إذا كان أي طرف يبحث عن دور هذا أمر، ومذكرة تقول شيء وتخفي شيء آخر، هذه قضية أخرى. هل من الممكن أن تكون تخفي شيء آخر؟ لأنه يوم في تساؤلات من قبيل أنه مثلا أن تكون مندرجة بسياق يراد تحقيقه، وأن تكون مقدمة لأمور أخرى في المستقبل. بالدرجة الأولى بدون عمليات تجميل لهذه المذكرة. أولا في الشكل هي تقدم بين متوجهين، الشرعية الموجودة حاليا، يعني قبل أشهر وقبل انتخاب رئيس الجمهورية وقبل قيام الحكومة كان مفهوم، كان يمكن أن يكون لمثل هذا التحرك يعني تبرير ما. أما في الواقع الراهن ترسل المذكرة إلى القمة وهنالك رئيس جمهورية شرعي ورئيس حكومة، هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه. مع العلم الاستماع إلى
اراء بعض الرؤساء الذين وقعوا انه نحن نريد دعم الموقف اللبناني. المذكره تعطي انطباع عن انشقاقات. يعني هي دعسه ناقصه او خطا مقصود؟ اعتقد هنالك البعض الباحث عن دور معين اغتنم هذه الفرصه للقول انه نحن هنا. كان بالامكان ارسال مذكره الى رئيس جمهوريه ورئيس حكومه ان ينقل هذا الراي الى القمه العربيه. هذا هو الذي يدعم الشرعيه اللبنانيه. المذكره بالاسلوب الذي اعتمد تعكس انقساما داخليا وشرخا كبيرا في الداخل اللبناني. يبحث عن دور في الحياة السياسية اللبنانية أم على الصعيد الأكبر؟ على الصعيد اللبناني الداخلي. على الصعيد الأكبر لا أعتقد أن هنالك مجال لأي طموح، إنما الباحثين عن أدوار يصعب عليهم أنه أن يغيبوا عن ربما الإعلام والأخبار السياسية اليومية، لكن ليس مهم الحديث عن المذكرة بل إلى أي مدى هذه الخطوة أو غيرها تسهم في تدعيم التضامن اللبناني اللبناني. على العكس تعطي انطباعا أنه أنا الإسلام اللبناني قائم بعمق بعده قائم، وهذا هو الرأي، وأن ما سيقول رئيس الجمهورية لا يعكس كل الآراء. هذا ما جعلك استاذ عادل بمقالك الاخير بجريده الحياه تقول انه من وحي التطورات في الايام والاسابيع الماضيه تسال هل نحن بنهايه عهد رئيس عون ام في بدايته، والداعي للسؤال بحسب تعبيرك انه بروز بعض الازمات والتحديات عاده بتزامن مع اقتراب ولايه الرئيس من نهايتها. صحيح. ولكن اليوم بعدها الولايه بعد بلشه، يعني شو السبب برايك؟ هنالك يعني اشرت انه عاده في الاشهر الاخيره من الولايه تصدر بعض الاصوات الى اخره. نحن في بداية ولاية جديدة. صحيح تنوع وتعدد آراء في لبنان هذا شرعي وقائم، إنما يجب احترام التراتبية الرسمية في الوقت الحاضر. هنالك رئيس جمهورية، هنالك حكومة أخذت الثقة الكبيرة في مجلس النواب، يجب التعاطي معها. ما قصدت قوله أنه بعض التساؤلات عن موقف رئيس الجمهورية وكأن رئيس الجمهورية يغادر أو يستعد للمغادرة. نعم. أشرت للموضوع مثلا صلاحيات رئيس الجمهورية عندما تحدث عن وضع حزب الله بالنسبة للجيش اللبناني. نعم. أثار لغطا كبيرا إضافة إلى طرح بعض التساؤلات تتعلق مباشرة بصلب الدستور اللبناني. نعم. يعني هل هي صلاحيات الرئيس خاصه بالنسبه لقصه قانون الانتخاب وعدم توقيع مرسوم لهيئه الناخب؟ هذا جزء من الاشكال الكبير القائم. نعم. قانون الانتخاب عقبه كأداء كبيره جدا وقد لا يتوصل اليها النواب، انما ما اعلمه هنالك رغبه اكيده. نعم. تجمع رئيس الجمهوريه مع رئيس الحكومه اشار اليها في التاكيد انه في شهر نيسان سوف يصدر قانون انتخاب. سنصل لقانون الانتخابات، ولكن هلأ الحدث الأبرز بالعمل السياسي اللبناني هو أولا الاتفاق على الموازنة، وثانيا الاتفاق على خطة إصلاح الكهرباء وإقرارها بمجلس الوزراء. حسن بليبل بكاريكاتير الديلي ستار حول هالموضوع رسم لمبة موصولة بعدة أشرطة محتارة أين ستضع إبريز أحدها بفيش خطة إصلاح الكهرباء. يعني اللبنانيين قد ما اكتووا بالعتمة أستاذ عادل بعد هيك مشككين، هل بتعتقد أنه اليوم مصير هذه الخطة سيكون أفضل من مصير الخطط السابقة بضوء المشهد الجديد داخليا؟ أعتقد بأن الشكوك لدى فريق من اللبنانيين مبررة. لماذا؟ وعد اللبنانيون قبل سنوات ب 24 على 24. نعم. انتظر اللبنانيون والكل يعلم الحالة المزرية، تقلصت أكثر ساعات بواقع الكهرباء. الكهرباء واقع الكهرباء فضيحة لا يجب استمرارها إطلاقا. نعم. ردا على السؤال، هذه المرة هنالك يقين بنسبة أعلى من المرات السابقة،
انه لم يعد من الجائز الاستمرار في الوضع الحالي. انا اخذ يعني راي خبير في هذا الموضوع يتوقع بداية تحسن الأداء التيار الكهربائي إذا ما جاز التعبير، نعم، اعتبارا من شهر أيار المقبل، نعم، كبداية. إنما هذه المرة ليس هناك من تبرير لأي فشل على الإطلاق. نعم، لأنه قبل كان يقال أنه النكد السياسي الموقف السياسي هو، نعم، الذي يمنع من تطبيق الخطط الإصلاحية. ولكن برأيك انطلاقا من عنوان هالحكومة اللي هو استعادة الثقة، نعم، وانطلاقا ايضا من التشكيك من خلفية هالخطة حول إصلاح الكهرباء وما يحكى عن صفقات وسمسرات وغيرها، ماذا يجب ان تفعل الحكومة لتبرهن انه هذه الخطة ستسير وفق الشفافية المطلوبة؟ يجب ان اعطاء صدقية او مصداقية معينة. كيف؟ بأي طريقة؟ لا، هذا ما كنت سوف اتناوله. بالدرجة الاولى المناقشات التي جرت سواء على صعيد اللجان أو على صعيد مجلس الوزراء، نعم، أعرب البعض الوزراء عن شكوكهم من الشفافية من عملية هذه الخطة. كيف يكون كسب المصداقية؟ نعم، بالاستعجال في خطة إعداد كهرباء جديدة، إطلاع الرأي العام دائما يعني شهريا نعم، على ما الذي تحقق حتى الآن وما الذي سيجري. عدا عن ذلك الشكوك سوف تلازم كل اللبنانيين، وهي شكوك مشروعة استنادا إلى الواقع القائم. التجارب السابقة سيما وأنه قال أنه هاي الخطة هي خطة الوزير جبران باسيل أصلا. نعم، دعيني أقول لك أمر سطرا. عام 1974، نعم، في التلفزيون لبنان والمشرق عادت أول مناظرة بين الحكومة والمعارضة. مثل الحكومة في حينه الشيخ بايش تغيي الدين، كان وزير الداخلية رحمه الله، واخترت العميد المؤدي رحمه الله أيضا من المعارضة. المعارضة لا أريد أدخل بمضمون المناظرة، إنما خرجت صحيفة النهار على 8 أعمدة في اليوم التالي: المؤدي، ماذا فعلتم بالماء بالكهرباء بالغلاء وبالأمن؟ هذا بالنهاية هذا العام 1974، ضعي التاريخ الآن. إذن هذه شكوى مزمنة لم يعد من جائز على لبنان أو أي حكم في لبنان أن يختبئ وراء يعني أيا كانت الأعذار. نعم، المواطن اللبناني الحد الأدنى هذا يريد الماء والكهرباء والأمن. هي شكوى مزمنة أم أن التاريخ يعيد نفسه، تاريخ الأزمات في لبنان؟ بأسف شديد التراكمات هي التي تولد عدم الثقة، التشكيك. نعم، الخطوات الرسمية مبررة لأن الحكومات المتعاقبة لم تحترم الالتزامات التي وعدت بها الجمهور اللبناني. نأمل. نعم، من الحكومة الحالية وهي ممثلة لجميع التيارات باستثناء الكتائب أن تعطي انطباعا جيدا وتكسب. نعم، العمل الحكومي والبعوض الحكومية حد أدنى من المصداقية. يعني العبرة هي بالتنفيذ وليس بالتأكيد فقط بالقرارات، لأنه من يضمن التنفيذ؟ سؤال اليوم طرحته جريدة النهار بالمانشيت بعد التوافق على خطة الكهرباء. أيضا جريدة المستقبل كتبت عن عودة لبنان إلى دائرة الضوء بدءا من أيار، بالأمس الموازنة واليوم الكهرباء، إنجازات متتالية وازنة بسلة العمل الحكومي. أيضا الموازنة تم التوافق عليها بعد 12 سنة من عدم وجود موازنة. دعيني أنت بمناسبة سطولان، أنا أتي كل يوم من صيدا. نعم. طيب، ما رأيك في أن الكهرباء مشعشعة طوال النهار من صيدا إلى بيروت ومقطوعة بالليل؟ مقطوعة بالليل، هذا نداء إلى سوء إدارة يعني. طبعا، يعني سوء إدارة ولا يحتاج إلى مؤتمر قمي لمعالجته. نعم، نداء بكل تواضع، علم وإخبار إلى كهرباء لبنان: يا عمي أطفئوا الكهرباء في النهار، أعطونا. نعم، في الليل. ردنا على السؤال، الميزانية أيضا. نعم، من المعجزات اللبنانية أن لبنان بقي 11 سنة
بدون موازنة. بدون موازنة. تعلمين الموازنة هي دليل كل شيء. هذا أيضا من ضمن يعني التراكمات التي لا تقدم دليلا على جدية الحكومات. إنما هذه المرة جرى العمل على موازنة جديدة تأخذ بعين الاعتبار إلى حد ما الأرقام التقريبية، لأنه 10 سنوات أو 11 سنة ليس بالأمر السهل أن تعيدي تجميع المبالغ، وما يزال فريق معين يصر على استقطاع المبلغ 11 مليار دولار. لم تحل هذه المعضلة؟ يجري الحديث عنها جديا لإخراجها. لأنه هلا سلكت الطريقة إلى مجلس النواب، يعني هل ممكن لشيطان التفاصيل أن يعيد الأمور للمربع الأول؟ لكن هذه المرة هناك قناعة تخطي العقبات. نعم. اعتراف العقبات ولكن تخطيها هو الحل الوحيد المتاح كي يعني اللبناني يبدأ بالنظر إلى عهد جديد، وعود جديدة فيها درجة الصدق أعلى من الماضي بكثير. بتعتبر أستاذ عادل أنه اليوم دقت ساعة الإصلاحات، يعني سواء بموضوع الموازنة أو بالمواضيع الأخرى؟ مزبوط. الإصلاح، وكيف حضرتك بتفهم أنه يصير إصلاح في بلد مثل لبنان؟ كما قلنا تراكمات ولدت العديد من الشكوك. الحكومة الآن هي يعني أمام تحدي أو التحدي الكبير. نعم. استرداد الثقة يكون بإظهار المواطن اللبناني أن هنالك متغيرات وهنالك فعلا ملاحقة للفساد. الفساد كلمة كبيرة، لكن أين هي آلية القضاء على هذا الفساد؟ نتحدث عن مليارات من الدولارات، هذه أيضا قضية أساسية يجب النظر إليها. نعم. طبعا عين وزير يعني حقيبته مكافحة الإرهاب، الوضع يتطلب أكثر من ذلك بكثير. مكافحة الفساد رقم. قضية أخرى. نعم. لا يمكن مكافأة الفاسدين بإخراجهم من مناصبهم فقط، بل بمحاسبتهم، المحاسبة واسترداد الأموال. نعم. هذا يعني هو الحد على طريقة يعني عفى الله عما مضى، ما بتمشي. لا، أنت تكافئين. نعم. بين مزدوجين الفاسدين أنه تفضلوا انتهت خدماتكم، هذا بالدنيا أني، لكن المتابعة الملاحقة القانونية. نعم. استرداد أموال الدولة أو جزء منها على الأقل، هذا ما يجب أن يكون بصراحة. بعد الفاصل رح ننتقل لنناقش معك موضوع قانون الانتخابات والصيغ التي تطرح من هنا ومن هناك. لحظات ونعود.